في حاجات الناس مش عاوزة تصدقها لغاية دلوقتي، بيقولوا انت اتجوزتي 21 يوم الكابتن صح؟ كابتن صح، انتوا كنتي مخطوبة ليه؟ بس عاوزين يجوزوكي بالأم بالعافية. ليه؟ لا هو انا فعلا كنت مخطوبة وفكيت خطوبتي. مدحت عبد الهادي؟ مدحت عبد الهادي. اوكي، خطبته 21 يوم حاجة زي كده؟ شهر ونص. طيب مش 21 لان هم اوكي مركزين على 21. انا قلت يمكن المعلومه دي الوحيده الصح. لا ما حصلش خالص، احنا اتخطبنا فعلا وما حصلش نصيب، يعني ما قدرتش اكمل وبعد كده انا اتجوزت بقى ابو ابني. فلغايه دلوقتي هم الناس فاكره ان انا اتجوزت 21 يوم واتطلقت. اصل هتطلق ليه بعد 21 يوم؟ يعني لو اتجوزته هتطلق ليه بعد 21 يوم؟ لا ده طبعا ده كلام الجرايد الصفراء اللي انا بقول لك عليها. يمكن بتوحى للناس بفرص كتير، رجاله حواليك وعلاقات حلوه، بتدي الايحاء ده للحواليك للناس والله انه اتخطبت برضه لرجل اعمال كبير وثروات كتير وفلوس كتير. طب هقول لك على حاجه. انا وجوزي بنقرا الخبر ده واحنا في العربيه قعدنا متنا من الضحك. لان انا كنت معاه، فمكتوب ان انا اتطلقت منه واتجوزت رجل اعمال ثري. انا مش عارفه ليه، انا بقول لك في وقت كده كان في صحافه صفراء ما كانتش سايبانا في حالنا، ما كانش وراها حاجه غير الفنانين وانا بالذات. يعني انا كانوا زمايلي يقولوا يا بنتي في ايه، هم مش عايزين ليه مركزين معاك انت ليه؟ مش فاهمه بجد. انا لغايه النهارده ما كنتش فاهمه، بس دلوقتي حتى يعني الحمد لله انهم بعدوا، يعني والا كانوا عملوا عمايل صعبه قوي في الجيل الجديد. قلت لك انا اخذ منحتين الصحافه الصفراء. كل واحد على فكره موجود دلوقتي على السوشيال ميديا صار هو صحافي بحد ذاته، بينزل الخبر وبيبقى نجم نفسه. نجم في نفسه. صح. هو ده الكلام. الحب علمك ايه؟ اني ابطل احب. بطلت حبي. قلبك خذلك؟ هو ما خذلنيش، هو انا يمكن العيب فيا، يعني في اختياراتك. لا مش في اختياراتي، يعني انا طبعا مش ندمانة ابدا على ان انا اتجوزت علشان ادم، ربنا يخليهولي ده بالدنيا يعني. بس هو يمكن انا ما تعودتش ان حد يحكمني، انا بشتغل من وانا صغيره ومسؤوله عن عيله من وانا صغيره. وما بحبش حد يبقى قاعد معايا في البيت وانكد عليه وينكد عليا. بس فين جايه منين؟ بالعكس. لا ده هو ما هو شايف طول الوقت، ما هو كان بيجيب ادم ويجي، احنا بنروح فين غير التصوير واللوكيشن؟ احنا عيني بنترمي بالخمسه. انت لسه بتقولي يتحكم فيا، يتحكم فيك يعني ايه؟ يعني يضايقني، يتخانق معايا على اي حاجه تافهه، زهقان يعني. يعني انا ما بقتش اتحمل، ما انا قلت لك انا بعد موت ماما تحولت شخصيتي لشخصيه تانيه خالص.